وصفة المحبة الخالصة. ايه غالية وصفة المحبة الخالصة دي؟ هقول لكم المقادير بتاعتها ويا ريت تكتبوها، يا ريت تكتبوها واحدة واحدة كده مع نفسنا. 2 لتر بقى يكونوا إخلاص، و5 معالق ثقة، 1 كيلو تفاهم، خد بالكم، ونص كده كيلو يكون مودة، واتنين كفاية قوي معلقة صبر، كفاية 2، لأن كتير قوي هيقولوا لي يا غالية هتجيب الصبر ده كله منين؟ معلقتين صبر، واخلطوا دول بقى كلهم على بعضيهم وحطيهم في صينية الهنا ودخليهم الفرن، وكل يوم بقى تاخدي منهم كده معلقتين انت واللي تحبيهم. اقولها لكم تاني؟ نقول تاني. 2 رطل اخلاص، و5 معالق ثقة، وكيلو تفاؤل، ونص كيلو كده خليه مودة، و2 معلقة صبر، واخلطيهم على بعضيهم وحطيهم في صينية الهنا ودخليهم الفرن، وكل يوم خدي منهم معلقتين انت واللي تحبيه واللي ترديه. يا سلام هتعملي احلى اعتدال، احلى اعتدال. نرجع للدولمه، ننقل ده كده على جنب ونجيب طبق كبير نغرف فيه الدولمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي طبق للدولمه، الدولمه دي تتاكل سخنه يعني ما تسيبهاش ايه تبرد، عامله زي كده الكشري الاسكندراني وزي الحاجات الحلوه اللي تتاكل سخن. بسم الله الرحمن الرحيم. هي بتبقى طريه، ما فيش واحده تعملها وتطلع منها طريه. تقول لي يا غاليه انا قلت لكم من قبل ما تتحط فيها الرز ولا حاجه، الدولمه دي اكله شتوي بتبقى طريه. هنقرب بس الطبق شويه، ايوه اهي، بس برضو اعتدال مش طريه قوي كده. ست ام محمد. ايوه السلام عليكم. صباحك فل يا ست ام محمد. ازيك يا ام ياسين؟ ربنا يخليكي، ده انتوا اهل سينا الابطال بقى. ربنا يخليك، احنا في الجنوب بقى مش الشمال يا ام ياسين. ربنا يا رب يامنكم السلامه. اللهم امين. احنا الحمد لله البلد عندنا كويسه، ما فيهاش دوشه ولا حاجه زي الشمال يعني. اللهم امين، الحمد لله. احنا في الجنوب سينا. الحمد لله. الحمد لله. تسلمي تسلمي. انت النهارده منورانا وعلى وشك الحلو، عاملين شويه دول ما يستاهلوا بقك. بالهنا والشفا. انا كنت عايزه اكلم حضرتك لما بتتكلم عن الاحفاد وعن الجده والجد. اتكلمي. كان الخط مشغول يعني ما عرفتش اوصل لحضرتك واكلمك يعني. امريني وقولي اللي نفسك فيه. لله الامر من قبل ومن بعد. لا انا كنت بكلمك عن الاحفاد يعني وغلاوتهم، وال كان في واحدة بتكلم حضرتك بتقول لك يعني الجد والجدة اللي من ناحية الأم بيحبوا الأولاد أكتر. لكن لا، أنا عندي ولادي أحفادي من ابني يعني سارة ويحيى، دول بيبقوا غاليين أغلى من ولادي يعني. يعني أنت كده عاملة اعتدال ما بين الأم وما بين الأب وما بين الأحفاد. أكيد أكيد في اعتدال طبعًا يعني، ما فيش بعد كده يعني يا أم ياسين. ربنا يخليكي ليهم. تعيش يا حبيبتي. فمش عارفه اقول لحضرتك ايه يعني، انا مبسوطه اني كلمت حضرتك واول مره اكلمك يعني. ده على راسي من فوق وانا مبسوطه اكتر. ربنا يخليكي. وهبعت لك شويه دولمه تاكليهم عشان تتدفي. ربنا يخليكي. احنا عايزين تيجي تزورينا هنا في جنوب سيناء ونوريكي بقى الاكل عندنا، السمك عندنا اشكال والوان وانواع كتير في الاسماك هنا. ربنا يديم عليك ونعمته. جنوب سيناء هنا بلد ساحليه، فيها الاسماك، فيها يعني اشكال كتير وانواع كتير. ربنا يديم عليك ونعمته. يا رب يا رب. تيجي تشرفينا يا ام ياسين. ان شاء الله هنجي لكم، هنجي لكم، هنلف الدنيا يا كلها. يا ريت والله يا ريت، ونوريكي بقى الاكل السمك بنعمله بقى ازاي احنا عندنا هنا في جنوب سيناء. هنجي لكم ان شاء الله، ان شاء الله هنجي لكم، عندكم الخير كله. تسلمي. ربنا يخليك يا ام. شرفتينا يا ست الكل. ألف سلام. الله يسلمك. تسلم. مع السلامة. ألف سلام.
الله يسلمك، معاك. تسلمي. عملنا دولمة الكرنب زي ما انتم شايفين، بتبقى حلوة وجميلة، ودي أكلة شتوي زي ما قلت، والعيال الصغيرة لو عندك عيل من أول سن سنة كده بيبتدي ياكل، حلو زقيله وأكليه منها، فيها كل حاجة حلوة، فيها الخضرة وفيها الكرنب وفيها البصل وفيها القوطة وفيها الرز. يعني كمان دي بقى احنا بنعملها في الشتاء، تنزل في بطن العيل تصم، كبير وصغير، بتبقى أكلة حلوة وزي الفل.